أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم إعلان لمدرسة أهلية، وسيكون الإعلان بسيط واحترافي بنفس الوقت. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير حجم الإعلان، وراح يكون طبعا 20×20 سنتيمتر من خلال الضغط على تخطيط، ومن ثم الحجم، ومن ثم أحجام الورقة الإضافية. طبعا راح يكون ممكن 20 أو 21 سنتيمتر، ومن ثم موافق. جيد، الآن راح نضيف الخلفية الخاصة بالإعلان من قائمة إدراج الصور. جيد، الآن راح نضغط كليك أيمن، ومن التفاف النص راح تكون خلف النص. طيب، راح نكبر الصورة بحيث تكون على ملء التصميم، ومن ثم راح نضيف الشخصية أو المودل الخاص بالطالب، طبعا من قائمة إدراج صور، وطبعا هذه هي الشخصية اللي راح تكون محور الإعلان. طيب، طبعا نضغط كليك أيمن على الصورة، ومن ثم التفاف النص راح تكون أمام النص بهذه هي المنطقة. طبعا ممكن تعلى إلى الأعلى بهذا الشكل. الآن راح نضيف البنر الخاص بها الأسفل من إدراج صورة، ومن ثم طبعا هذه هي الصورة. نضغط كليك أيمن، التفاف النص أيضا أمام النص، وطبعا راح نكبر الصورة بحيث تكون على ملء التصميم بهذا الشكل. طبعا ننزلها إلى الأسفل. جيد، الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف السكرايز الأخير اللي هو هذا، وطبعا أيضا كليك أيمن، التفاف النص أمام النص. إذا لاحظ أنه أصبحت بها الأمام بهذا الشكل، ممتاز. الآن راح نخلي الصورة بهذه المنطقة، وطبعا من قائمة إدراج راح نضيف النصوص من خلال مربع نص، ومن ثم رسم مربع نص. مثلا راح نكتب خفيض 25%. طبعا راح نغير الفونت وحجم الخط ونوع الخط. ممكن نختار هذا الفونت، نكبر حجم الخط هذا الشكل، ممكن لون احمر. وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي، ممكن بهذه المنطقة. جيد، ممكن نستنسخ النص ونكتب طبعا مدارس السلطان. طبعا الاسم وهمي يعني فقط لغرض الإعلان بهذا الشكل. راح نكبر حجم النص، وطبعا أكيد راح نغير لون النص بهذه الطريقة. طبعا ممكن السلطان تكون بمربع نص وحدها حتى نتحكم بها ونتخلص من تفاصيل ارتفاع تباعد الأسطر. طيب، راح يكون اللون طبعا أبيض، ومن تنسيق تأثيرات النص راح نختار ظل، مثلا هذا الظل. ممكن نصغر حجم النص قليلا بهذا الشكل، ممكن بعد نصغر. جيد، الآن راح نستنسخ مربع النص من خلال نضغط على كنترول ونسحب مربع النص. راح نضيف طبعا السلطان واللي راح تكون أيضا بها ظل، من خلال تنسيق تأثيرات، وطبعا نختار مثلا هذا الظل، ظل جيد ومناسب. ممكن طبعا نكبر مربع النص ونستنسخ مثلا بهذا الشكل، مثلا نكتب الأهلية. طبعا ممكن تصغر بهذا الشكل السلطان الأهلية. جيد، لا بأس انه نضيف شريط بهذا الشكل طبعا، ويكون مثلا ممكن أزرق أو أصفر، أو حتى ممكن يكون أبيض، يعني من تعبئة الشكل يكون لونه أبيض. وطبعا المخطط التفصيلي ممكن نختار شرط، مثلا نختار هذا المخطط التفصيلي ونعطيه لون أحمر، ونكتب مثلا أطفالك بأمان، أو ممكن يكون اللون أحمر مثلا بهذا الشكل، ونكتب مثلا أطفالك بأمان. ممكن يصغر حجم النص بهذه الطريقة طبعا،
وطبعا راح نضيف العنوان نستنسخ من خلال الكنترول، نكتب مثلا بغداد عنوان وهمي الكرادة مثلا، وطبعا يكون بلون أسود هذا الشكل. طبعا راح نستنسخ النص، طبعا نكتب هنا رقم الهاتف، طبعا ايضا يعني رقم وهمي بهذا الشكل. طبعا ممكن السكرايز ممكن تكبر بهذا الشكل يكون اجمل، وطبعا كلمة تخفيض ايضا ممكن كبرها باعتبار انه هي الجزء الاهم، 50% او 25% راح تكون بمربع نص واحدة. طبعا ممكن يكون بالانجليزي يكون اجمل والطف بهذا الشكل، تخفيض يكون بهذه المنطقة، طبعا ممكن يكبر يكون اجمل، وممكن يكون بالاسود. جيد، ايضا لا بأس رقم الهاتف ممكن يكون بالانجليزي، طبعا رقم عشوائي بهذه الطريقة. اذا لاحظ اعلان بسيط وجميل بنفس الوقت.